إسرائيل فاجأت الفصائل المسلحة الموالية لإيران قبل 48 ساعة من الآن بضربة صاروخية عنيفة للغاية، وكان هنالك توثيقا من المرصد السوري لحقوق الإنسان لطبيعة ما جرى. هنا كما ترون في هذه الخارطة باللون الأحمر هي طبعا مناطق سيطرة الحكومة السورية والأراضي السورية، وأيضا تواجد الفصائل المسلحة الموالية لإيران هنا في هذا الاتجاه. والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكده بأن الهدف الأساسي من هذه العملية، حتى وزارة الدفاع الروسية أكدت هذا الأمر، هي كانت نقطة معينة موجودة في مصياف هنا، وبالتالي أن طائرات الإسرائيلية 6 طائرات إسرائيلية تحدثت عنها وزارة الدفاع الروسية بأنها طارت وحلقت ووصلت إلى غرب بانياس هنا عبر البحر المتوسط، وقامت بعملية الاستهداف بشكل مباشر على مصياف. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن استخدام الصواريخ والعملية الضربات الصاروخية لم تكن بصاروخ أو بصاروخين، وإنما تم استخدام 30 صاروخا تجاه مصياف تحديدا. ولكن أيضا أكدت بأن المنظومات الدفاعية للجيش العربي السوري كانت حاضرة في عملية التصدي وتصدت لعدد كبير من هذه الصواريخ. نتحدث عن تصدي ل 22 صاروخا من هذه الصواريخ. كانت هنالك مصادر في الداخل السوري تحدثت عن 32 صاروخا استخدمت أو أطلقت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وكان هنالك تصدي ب 26 صاروخا بالنسبة لوزارة الدفاع الروسية. وجدت بأن 22 صاروخا هي التي أطلقتها إسرائيل، وتم التصدي إلى 16 صاروخا. ولكن بشكل عام من نسبة التصدي التي نراها، نلاحظ تماما بأن المنظومات الدفاعية السورية فعلا بدأت تحقق تحديا كبيرا إلى الضربات الإسرائيلية، وبأنها أصبحت عالية الدقة الآن. ومن الممكن في الفترات القادمة تحتاج إسرائيل للكثير من أجل الوصول إلى أهدافها. ولكن ما الذي حدث بالنسبة لبقية الصواريخ إذا ما اعتمدنا على ما وثقته أو وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان؟ بقية 8 صواريخ حققت أهدافها بالتمام والكمال، والمرصد السوري أكد بأن هذه الطائرات تمكنت من تدمير مستودعين للأسلحة تابعة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران. ليس هنالك توثيق لأي قتلى من الإيرانيين بأي شكل من الأشكال من هذه الضربات، ولكن دمرت هذه المستودعات كما تحدثنا، وكذلك واحدة من الصواريخ استهدفت بشكل مباشر إحدى المنظومات الدفاعية أو البطاريات الدفاعية للجيش العربي السوري أثناء نفاذ ذخيرتها، ومما أدى إلى تدمير هذه البطارية ومقتل 6 ضباط من الجيش العربي السوري بشكل مباشر. كانت هنالك لقطات قادمة حية تم تصويرها من هذه الضربات لهذه المعركة الجوية التي طالت لمدة 30 دقيقة، معركة جوية كبيرة بحسب المرصد السوري. وهنا كما تلاحظون هذه هي كانت الضربات ومن الصواريخ الإسرائيلية التي سقطت بهذا الشكل الذي تلاحظونه، ضربات فعلا مؤثرة للغاية. وهنا السؤال الأهم من هذه الضربات التي جاءت بهذا الشكل، هل فعلا كانت هي عبارة عن مستودعات للذخيرة للفصائل المسلحة الموالية لإيران، أم أن الأمر قد يكون أكبر من ذلك؟ هذا ما تحدثت عنه التايمز أوف إسرائيل مباشرة وبعد عدد أو بضع ساعات من هذه العملية، وهذا الذي قالته. يعتقد أن منطقة مصياف تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والفصائل الموالية لها، وأضافت المنطقة هي أيضا موطن لمنشأة تابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية، لطالما ربط المسؤولون الغربيون مركز البحوث هذا بصناعة الأسلحة الكيميائية. وبحسب واشنطن تم تطوير غاز السارين في ذلك المركز، ووزارة الدفاع الروسية أكدت فعلا بأن هذا المركز هو الذي استهدف وتمكنت إسرائيل فعلا من تدميره، بل أن الأقمار الصناعية أكدت بشكل واضح لنا بعد التحقق اليوم فعلا وجدنا بأن العملية حققت الكثير، وبأن إسرائيل تمكنت من هذا المركز تماما. إذا ما هبطنا مباشرة هنا إلى سوريا لكي نتعرف على هذا الموقع، هذه هي بانياس، وطبعا هذه هي مصياف التي ترونها بهذا الشكل بالهبوط إليها الآن. النقطة تقع بهذا الاتجاه إلى جنوب غرب مصياف على مسافة 2 كيلومتر، وبالتالي بالهبوط لها بهذا الشكل، فإن هذا المبنى الكبير، هذا المركز الذي نتحدث عنه، هو الذي دمر بالكامل، وهذا تم توثيقه اليوم من قبل ImageSat International قبل ساعات قليلة من بدء هذا البرنامج، وجاءت هذه الصور بهذا الشكل إلى هذا المركز الذي ألقينا نظرة عليه. الصورة كانت قادمة من 14 أبريل الماضي، وهذه هي الصورة لتاريخ اليوم 15 من مايو.
مايو الحالي اليوم. لاحظ بأنه كان هنالك دمرت بالكامل، هذه هي قبل وهذه هي بعد. لنقترب من هذا المبنى سنلاحظ فعلا دمارا كاملا وواضح جدا من الملاحظة التي وضعتها ImageSat International. The structures completely destroyed، أي إنها دمرت تماما بالنسبة للهيكل أو الهياكل الخاصة بهذا المبنى. المشكلة الحقيقية أن بعد هذه الضربة كما تحدثنا قبل 48 ساعة، تمت يوم أمس مباشرة بعد يوم من هذه الضربة، كانت هنالك طائرة شحن إيرانية تابعة، وهي طبعا من طائرة وخطوط قشم تابعة للحرس الثوري الإيراني، ظهرت بحسب فلايت رادار 24 متوجهة من طهران عبر الأجواء العراقية مباشرة إلى مطار دمشق الدولي بهذا الشكل. وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة كما نلاحظ، قشم فارس بهذا الشكل وبأنها طائرة بوينغ 747، والتاريخ كما تحدثنا بأنه في 14 من مايو، أي بما معنى يوم أمس وصلت إلى مطار دمشق الدولي. وهذا ما دفع طائرات الاستخبار الإلكتروني الإسرائيلي، نتحدث عن السرب 122 الإسرائيلي، أن حشون شافت بدأت تحلق، بدأت تظهر بالرادارات بهذا الشكل وهي تراقب ما يجري في دمشق. هذه الطائرة طائرة نحشون شافت التي طبعا ظهرت وهي تراقب كل صغيرة وكبيرة، حلقت بهذا الشكل، هي تراقب ما الذي جرى وما الذي يجري في المنطقة التي استهدفتها طبعا التي تحدثنا عنها، وواضح بأنها تراقب دمشق وما الذي يجري في هذه المنطقة وأين ممكن أن تنقل هذه الحمولة إن كانت فعلا حمولة للسلاح، وهي في العادة حمولة للسلاح تنقل بهذا الشكل، وبالتالي رقابة عالية جدا وهنالك تجديد هائل جدا واحتقان كبير، ومن الممكن أن نكون أمام ضربات فعلا قادمة. وبالتالي هذا الاحتقان الكبير الذي نتحدث عنه اليوم، هنالك نظرة كبيرة جدا من دول أوروبا والعالم بأن المفاوضات النووية ستخفف الكثير من هذه الصراعات التي نتحدث عنها بهذا الشكل. وبالتالي على هذا الأساس G7 وهي مجموعة الدول السبع يوم أمس أنهت اجتماعاتها في ألمانيا بهذا الشكل، لأهم الدول لأهم وزراء الخارجية لأهم دول العالم اجتمعوا بهذه الطريقة، وكان جوزيف بوريل وهو وزير خارجية الاتحاد الأوروبي وضع فعلا تصريحات وقال بأن هنالك حلحلة في مسألة المفاوضات النووية وهنالك إعادة فتح لهذا الملف المهم. وهذا كله يعود بالفضل لهذا الرجل إنريكي مورا الذي طبعا هو يعتبر المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية. الأسبوع الماضي هو كان في طهران وبأنه حقق شيئا مهما جدا بأننا سنعود الآن إلى المفاوضات النووية بعد جمود كبير يجري فيها. ولكن في نفس الوقت الجي 7 أصدروا بيانا مهما جدا موجها إلى إيران، بيان قوي ليس بالبيان العادي، هم تعهدوا بعدم حصول إيران على القنبلة النووية بأي شكل من الأشكال، وطالبوا إيران بأن يجيبوا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتساؤلاتها حول الثلاثة مواقع التي تتواجد فيها جزيئات اليورانيوم التي وجدوها طبعا في فترة سابقة، يريدون إجابات حقيقية. أجيب يا إيران على هذه الثلاثة مواقع ودعونا نعود للاتفاقية النووية، ونحث إيران على العودة للاتفاقية النووية لحل هذه المشكلة. أوقفوا دعمكم للفصائل المسلحة الموالية لكم في العراق وفي سوريا وكذلك في لبنان وحتى في اليمن، وكذلك أبدوا قلقهم بشكل واضح من الصواريخ البالستية، الصواريخ الانسيابية، الطائرات المسيرة وغيرها من هذه التفاصيل، مما يوضح بعد العودة للاتفاق النووي دعنا نناقش هذه الأمور. ولكن كل الأنظار تتوجه إلى مسألة الحرس الثوري الإيراني، خاصة وأن إيران تريد رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب من أجل إنجاح الاتفاقية النووية. الولايات المتحدة الأمريكية كما هو واضح من خلال الكونغرس والتسريبات الكثيرة بأنها لا تريد لهذا الأمر أن يتم فعلا بهذا الشكل، وبالتالي نحن أمام المعرقلة الأكبر. ولكن إيران تتعرض إلى ضغط خطير للغاية في الداخل، الضغط الخطير يأتي بسبب ارتفاع الأسعار المواد الأساسية في الداخل الإيراني، مما شكل خلال الثلاثة أيام الأخيرة انفجارات كبيرة وتظاهرات كبيرة بهذا الشكل. بحسب وكالة رويترز أكدت بأن هنالك أكثر من 40 مدينة وقرية هنالك فيها تظاهرات، حتى حرق لمقار الباسيج بسبب رفع أسعار البيض والزيوت والحليب وغيرها من هذه التفاصيل. وبالتالي إيران لا تشعر بالراحة في الداخل، وهذا ما يفتح فرصة كبيرة جدا للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون متفائلا بأن هذه التفاصيل وهذه الأمور وأن إيران قد تنتهي
يندفع بسرعة للعودة إلى الاتفاقية النووية من أجل نجاح الأمور بالنسبة إليه، والتركيز بشكل أكبر على ما هو أهم. ما هو الأهم؟ هي القضية الروسية، هذه هي الحرب الأوكرانية، هي أهم قضية بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، خاصة وأن هنالك شيء يتحقق بالنسبة للإدارة الأمريكية وحلف الناتو. هنا كما تلاحظون هذه هي الحدود الإدارية للمنطقة المهمة التي يجري فيها الصراع إلى شرق أوكرانيا. هنا طبعا كلها روسيا، هذه هي طبعا شرق أوكرانيا التي تلاحظونها، هذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس كما تلاحظون بهذا الشكل، هذه هي لوغانسك، هذه هي دانييتسك. التطور الكبير الذي أتحدث عنه هو يأتي في خاركيف، يأتي في إيزيوم التي تأتي بهذا الاتجاه تقريبا، وكذلك في سيفرودونيتسك دانييتسك على النهر تقريبا. هنالك تطور خطير للغاية يجري هو في مصلحة حلف الناتو والحكومة الأوكرانية وغيرها. دعونا نقترب قليلا بالقمر الصناعي من هذه المنطقة المهمة للغاية لكي نرى ما الذي جرى فعلا بالنسبة لهذه المعركة المهمة وآخر التطورات بالنسبة طبعا إلى حلف الناتو وغيرها. بالنسبة للقوات الأوكرانية، هذه خاركيف التي يسيطرون عليها طبعا، وهذه هي بافرينكوف بهذا الاتجاه أيضا يسيطرون عليها، سلوفيانسك وكذلك كراماتورسك بهذا الاتجاه، وسيفرودانييتسك كلها يسيطرون عليها. بالنسبة للقوات الروسية، ما تعانيه الآن في خاركيف هي بدأت بعملية انسحاب منظم شيئا فشيئا من خاركيف، ولكن في نفس الوقت هنالك نهرا مهما يأتي بهذا الاتجاه إلى شرق خاركيف. القوات الروسية بدأت تشكل خطا دفاعيا في هذه المنطقة من أجل منع القوات الأوكرانية من استغلال هذا الانسحاب الذي يأتي بالنسبة للقوات الروسية إلى الأراضي الروسية، وأن تندفع مباشرة عبر هذا النهر، وبالتالي تندفع إلى نقطة مهمة ألا وهي إيزيوم التي تسيطر عليها طبعا القوات الروسية، والتي تعتبر الآن نقطة مهمة جدا بالنسبة إلى روسيا من أجل أن تنطلق إلى إقليم دونباس ومن أجل السيطرة على هذا الإقليم، وهنالك تحشيد كبير جدا للقوات الروسية في هذا الاتجاه. دعنا نمنع القوات الأوكرانية من الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن أيضا في نفس الوقت القوات الأوكرانية بدأت تهاجم إيزيوم بهذا الاتجاه، يريدون الدفاع، يريدون الحفاظ على طبيعة ما يمتلكونه من إمكانية، خاصة وأن هذا الطريق الرابط الآن بين بارفيكوفا بهذا الاتجاه وكذلك سلوفيانسك هو تحت الضغط من القوات الروسية في الأيام الأخيرة. بدأوا يحاولون الضغط، بدأوا يحاولون محاصرة هذه المدينة من أجل قطع الإمدادات على سلوفيانسك ومحاصرتها، خاصة وأن القوات الروسية تتواجد حول ليمن بمنطقتين هنا، أيضا بدأوا بالضغط ويحاولون الوصول لمحاصرة سلوفيانسك بهذا الاتجاه. لذلك القوات الأوكرانية تضغط على نقطة انطلاق هذه الهجمات التي نتحدث عنها، وبالتالي هنالك أخبارا جيدة لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هنالك تطورا يأتي هنا تقريبا بهذا الاتجاه، هو تطور غريب على القوات الروسية، تعرضت إلى مشكلة حقيقية جدا في هذه النقطة بعد تقدم هائل جدا في الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة في هذه المنطقة، إلا أنها عانت ما عانته في هذه المنطقة. دعونا نقترب من هذه المنطقة الآن. كما تلاحظون هنا هذه هي سيفرودانييتسك التي لا زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية. الروس سيطروا على روبزن بهذا الاتجاه، وصلوا إلى غرب سيفرودانييتسك ولا زالوا يحاصرون هذه المنطقة. في الفترة الأخيرة تمكنوا من السيطرة على كرامينيا بهذا الاتجاه، ووصلوا إلى هذه المنطقة التي يتواجد فيها نهر هنا كما تلاحظون، هنالك نهر مهم جدا يأتي بهذا الاتجاه. هذا النهر تمكنت القوات الروسية مؤخرا من عبوره، والضغط مباشرة على بيلو ريفكا بهذا الاتجاه. بيلوريفكا بالنسبة لهذه المدينة الهدف الأساسي للقوات الروسية مع هذا الضغط، دعنا نسيطر عليها ودعنا نحاصر هذه المدينة ألا وهي ليجانسك بهذا الاتجاه من أجل الضغط والسيطرة وإعلان جمهورية لوغانسك بأنها تم تحريرها بالكامل، ويعتبر انتصارا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. المفاجأة كانت قادمة في هذا النهر الذي ترونه هنا بهذا الاتجاه. دعونا نقترب قليلا من هذا النهر الذي هو طبعا يطلق عليه سيفريسكي دونتس بهذا الاتجاه. دعونا نقترب الآن من بيلوريفكا. كان هنالك وكانت هنالك معركة كبيرة جدا قد جرت بهذا الاتجاه بالنسبة للقوات الروسية، هي عندما بدأت بالتقدم بهذا الاتجاه إلى هذا النهر. دعونا نأخذ صورة أو لقطة أو نخطط هذا النهر الذي يأتي بهذا الاتجاه الذي نركز عليه. القوات الأوكرانية هي تسيطر على هذه المنطقة وتحمي نفسها وتخلق خطا دفاعيا بهذا النهر الذي قامت به القوات الروسية هنا، بأنها تمكن
تمكنت من عملية خلق كأنه غطاء دخاني، قامت برمي قنابل دخانية في هذه المنطقة وخلقت عازلا لم تتمكن القوات الأوكرانية من رؤية ما الذي يجري هناك، وبالتالي خلقوا جسرا عائما هنا وتعدوا هذه المنطقة ووصلوا إلى هذه المنطقة وبدأوا يشكلون خطرا على بيلوريفكا بهذا الاتجاه. ولكن القوات الأوكرانية كانت حاضرة في عملية التصدي وبدأت بعمليات محاصرة حقيقية. المدفعية ضربت هذا الجسر العائم الذي ترونه بالطائرات المسيرة وبالمدفعية كذلك ودمروه بالكامل. القوات الروسية حاولت ببناء جسر عائم آخر من أجل استمرار الإمداد، من أجل استمرار الضغط، ولكن القوات الأوكرانية كانت حاضرة ودمرت فعلا هذا الجسر أيضا. وبعد ذلك حاصرت الكتيبة الروسية التي دخلت هنا وقامت بإبادتها بالكامل في لقطات غريبة جدا بالنسبة للخسائر الهائلة التي تعرضت لها القوات الروسية بسبب هذه الضربات. وبالتالي إذا ما توجهنا إلى هذا المقطع المصور الذي نشرته طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية كما تلاحظون بهذا الشكل، هذا هو الجسر العائم وهذه هي الضربات التي جاءت بالمدفعية والطائرات المسيرة. نتحدث عن طائرات البيرقدار، دمروا هذا الجسر تماما وأبادوا الكتيبة الروسية بعد محاصرتها بشكل هائل للغاية. أكثر من جسر، أكثر من محاولة، حتى أن صورا للأقمار الصناعية جاءت بهذا الشكل الذي ترونه لتدمير هذا الجسر. هذه هي الكتيبة، هنالك لقطات كثيرة لهذه العربات التي دمرت بهذا الشكل بالاقتراب طبعا من هذه العربات. سنلاحظ بأن دمارا كبيرا أنها أبيدت فعلا بالكامل بالنسبة لهذه المنطقة التي نتحدث عنها. وبالتالي هنالك فائدة كبيرة جدا تحققت إلى القوات طبعا الأوكرانية وكذلك لحلف الناتو، وذلك يعود لسبب مهم جدا. المدفعية التي تحدثنا عنها، هذا المدفع M777 هاوتزر، هذا المدفع فجأة ظهر لدى القوات الأوكرانية بهذا الشكل خلال هذه المعارك التي ترونها، ظهر بهذا الشكل هذا المدفع الأمريكي لدى القوات الأوكرانية. كيف وصل وكيف جاء بهذا الشكل ليقوم بهذه الاستهدافات الكبيرة؟ وبالتالي هو خدمهم بشكل كبير. لماذا يخدمهم بهذا الشكل الكبير؟ لأننا لو لاحظنا بدراسة سريعة لهذا المدفع فإن المدافع من صناعة الاتحاد السوفيتي أو المدفعية السوفيتية أقصى مدى لها يصل إلى 18 ميلا، أي تقريبا نتحدث عن 29 كيلومترا، ولكن الأمر مختلف بالنسبة للهاوتزر الأمريكي وكذلك الكندي الذي يصل إلى 24.9 ميلا، نتحدث عن 40 كيلومترا، وحتى الهاوتزر الفرنسي يصل إلى 49 كيلومترا. يفسر تماما لماذا تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق هذا الدمار وممكن أن تستمر في الدفاع بشكل ناجح للغاية. وطبعا واضح أن الأخبار جميلة جدا بالنسبة للقوات الأوكرانية لأنها تمتلك مدافعا تصل على مسافات أبعد بكثير من المدافع التي كانوا يمتلكونها في السابق بسبب دعم حلف الناتو. على هذا الأساس الجي 7 كان لديهم أيضا مجموعة الدول السبع عبارة عن بيان ضاغط على روسيا وأنهم مصرون ومصرين على تشديد العقوبات على روسيا بشكل أكبر في الفترة القادمة بكل تأكيد.